تاني نقطة أو تاني خط مهم بالنسبة لي، باخد بطن الرجل من هنا، أنا كده أهو بقيس المسافة كده اللي بتكرمل لحد التانية دي. أنا هعمل بوت لحد هنا خلاص؟ مكان ما أنا عايز، أنا هعمل البوت كده، أنا عايزاه يبقى لهنا، أنا عايز البوت يبقى لحد المنطقة دي خلاص؟ بقيس من هنا للسنتر هنا من قدام. السنتر ده هيشتغل معانا كتير. السنتر ده اساسي. وهقيس من ورا من هنا لحد الهيل على الارض. فهمتها يا محمد؟ لازم يكون ثابت ما يتغيرش. لو طوله 5 سنتي ما يتغيرش لما اعدي الكامبري، لان انا هقلب ده اهو، الكيرف ده هيتقلب للمسطح على الخط المصري. ادي نقطة التماس انا بعلمها كويس قوي عندي على هنا عشان ما تتوهش مني. بحط البراز بتاعي هنا او اي حاجه بمسك بيها. عايزه تحطي دبوس حطي دبوس دبوس. وانا عايزه احافظ على المسافه دي زي ما قلنا تبقى ثابته. عارفه؟ لا عشان ابقى عارفه انا بادي منين اطبق خطوتي على الحتت اللي انا عاملاها. ابتدي من هنا ايه؟ اشرحها